ها وش اللوك هالمرة؟ هذا اللوك اللي بدوخه. ومثل ما تعرفون بعد إن مرزوقة تزوجت قبل كذا 3 مرات. الشكل الرابع جاي بالطريق. بس اللي ما تعرفونه إن الرابع اللي قاعدة تخطط عليه هو ليدي ناصر. وش هالكلام يا شيخة مهرة؟ أنت تعرفين زين يا مرزوقة إن ولدي ناصر متزوج من بنت أختي. طلقها في ظروف وراح يرجعها، وحتى لو ما رجعها فهذا ما يعني أبداً إنه ممكن يطالع وحدة مو من مستواه ولا من بيته ولا تليق له. وأنت مهما كان عندك فلوس ما راح تكونين لا مستواه ولا من بيته. هي لو سمحتي. لو سمحت أنت. أنا حبيت أقول لطليقة أخوك قدامك ناس كلها إن طيرها هالمرة ما قنص. شوفي لك يا حبيبتي بيت غير بيتي وشخص غير ولدي. حنا ما إحنا صيدة سهلة حبيبتي لك والأمثالك. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا فيكي والله. ما قدرت أصبر، قلت لازم أجي وأشوف المتان العظيم اللي تطلع منه الأفكار العظيمة من رجل عظيم. يا هلا سريع سريع الظلمة. روحوا احترون برا. وليش هتجين حرس؟ جمالك يكفي إنه يحرسك. أنا محتاجهم إلا إذا بغيت أزور شخصية مثلك، شخصية عظيمة. ها يعني أخوفنا؟ أنت الخاف عليك طال عمرك، واللي مثلك له أعداء. يا سنة. ما هو بس إذا بيني وبينك قعدتنا حاول مع البلدية يكتبون اسم الشارع اللي عليه بيتكم باسمك. يا سنة. هاو؟ هو أنت أقل من هارون الرشيد ولا عبد الرحمن الناصر؟ يا سنة. دريت أنها كانت لافة على ولدك ناصر؟ إيش؟ إيه؟ ويوم أنه طلع أعقل منك ورفضها لفت عليك قالت تلعب عليك عقلك صغير وقاعدة تفخم فيك. هذا كلام عاري من الصحة. طيب وش رايك نسألها؟ نسألها نتأكد إذا كان هذا الكلام عاري ولا لابس؟ هذا سوالف حريم طال عمرك. وبعدين من هو ناصر عشان أفكر به؟ معليش هو ولدك بس وش جابت ترى للثريا؟ على قولة الشاعر إن الفتى من قال هذا أنا وليس من قال كان أبي. وناصر عايش على كان أبي. يعني ناصر؟ اكريم أنا حبيتك عشان عقليتك، علشان تفكيرك اللي خارج الصندوق، علشانك أستاذي بالحياة. لا تخليني أغير رأيي. كلمتين مقابل كلمتين تقولهم قدام زوجي بس، وان بعدها تغتني وتنتقم. وش هالكلمتين اللي تسوال 4 ملايين ريال؟ 4 ملايين من مهرة؟ وش المقابل؟ مقابل اني اشوه سمعت وشرفت قدام زوجة، أقصد ضحيتها الجديدة. أنا صحيح نزيل دائم بالصحة النفسية، لكن ما نبنذر ولا قليل خاتم. وبالآخر أنت بنت عمي، لحمي ودمي. عن إذنك فهد، أبي منك خدمة باعتباري بنت عمك وشرفي من شرفك. اسمع وش بقول لك. مهرة؟ أيه يا شيخ، قروشك وتعبك طول هالسنين استخدموها اليوم ضدك. كل هذا شقاك استخدموها اليوم في تشويه سمعة خطيبك وسمعك. خطيبة من يا خطافة رجال؟ وش ذا يا شيخة؟ وش ذا؟ كري مزور. زوره معقول من دفتر شيكات. وعليه توقيعت بعد. أنت أساسا ما تخافين الله، وأعراض الناس عندك عادي. كل ذا ليش؟ عشان رجلت اللي ما عرفت قيمته ولا عرفت الصنينة؟
حلال عليك يا شيخة مهرة، لو أنك ما تستحقين هالجوهرة. أقعدي. آسفة يا شيخ، عزة نفسي ما تسمح لي، والصقور ما تاكل مع الرخوم. الصقور بتقعد والرخوم مع السلامة. وش جابت بذا؟ داخلي على الله ثم عليك يا شيخة مرزوق. استغفر الله. أقعدي. أنا غلط، هو الإنسان خطأ. أنت هزأتين وهنتين قدام ضيوفي وحطيتين موقف محرج عمري ما تخيلته لنفسي. تكلمتي عن وعن أهلي وعن أصلي وفصلي، وأنت تعرفين زين أن أصلي يشرف كل بيت. كنت غبية مغرورة. ألا قولي ما عرفت مرزوقة ولا عرفت شو تسوي. قلتي بينك وبين روحك هذه فلاحة وغلبانة وبتقبل الإهانة وبتبعد عن ولدي وعن. سامحيني. يا وشفتي زوجت الملهم طرزان صار خاتم بصبعي، عرفتي إن الله حق، وقلتي هذا بتنفضنا نفض وبتاخذ قصورنا وبيوتنا وسياراتنا وشركاتنا وطياراتنا حتى مجوهراتكم، يمكن حتى اللبس اللي عليكم، وانتي ولدت تشحدون عقبه. بس انتي يا شيخة مرزوقة انا عارفك زين، قلبك طيب وحنونة وما راح ترضينها علي. بعدين ترى كان بيننا عيش وملح.